السيد الرئيس، الحضور الكرام، قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهدافاً استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. كلمة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يواجه العالم دول العالم حاليا العديد من الأزمات التي تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد السلاسل العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب. ولذلك نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، أيضا الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، أن يكون الإنتاج صحي وآمن مع الحفاظ على استدامة الموارد. هذا ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدد ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية. وباعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات، وأيضاً مساهمة ملموسة في الناتج القومي والصادرات الزراعية وتشغيل العمال، فقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة، تمثل ذلك في التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي. والبيانات المعروضة توضح الزراعة المصرية في أرقام استبلغ إجمالي المساحة الزراعية الكلية 9.7 مليون فدان، بإجمالي مساحة محصولية حوالي 17.5 مليون فدان، كما يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً حوالي 17% من الصادرات الزراعية. وبناءً على ذلك، فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تمثل أهمها في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية، أيضاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل الفجوة، أيضاً إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. ولقد كانت توجيهات فخامتكم لتدعيم هذا الملف من خلال المحاور التالية: أول محور هو التوسع الأفقي، المحور الثاني وهو التوسع الرأسي، المحور الثالث وهو تطوير البنية التحتية. فبالنسبة لمشروعات التوسع الأفقي نجد أنها تتركز في مشروعات متعددة، أهمها مشروع تنمية جنوب الوادي توشكا والموجودين نحن فيه الآن، وأيضاً مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مشروع الدلتا الجديدة العملاق، أيضاً مشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان، ومشروع غرب المنيا، بالإضافة إلى مشروعات التوسع في الوادي الجديد. وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الأجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، بما سوف يساهم في تخفيض الفجوة. أما على صعيد محور التوسع الرأسي نجد أنه يتركز في استنباط أصناف ذات إنتاجية أعلى، أيضاً أصناف مبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، مع إضافة أصناف تتلائم مع التغيرات المناخية، أيضاً حرصنا على زيادة نسبة التغطية من التآول المعتمدة مع اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في زيادة الإنتاجية. وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، فقد كانت المشروعات القومية الكبيرة
أهمها المشروع القومي للصوامع والذي أدى إلى زيادة الساعات التخزينية، أيضاً المشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، أيضاً تطوير وتحديث نظم الري. وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة أولاً إلى الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية من خلال مجموعة من المحاور. أيضاً المحور الثاني يتمثل في الاتجاه إلى زيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير مع تطوير وتحسين البنية الداعمة والمحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي. وبناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية المصرية كما هو موضح لدينا مجموعة متعددة من المحاصيل والسلع تحقق اكتفاء ذاتي وبها فائض للتصدير زي الفاكهة والخضر والدواجن والألبان وبيض المائدة وغيرها. أيضا عندنا مجموعة من السلع أيضا يحقق منها اكتفاء ذاتي أهمها المحاصيل السكرية إن شاء الله وصلت إلى 90%، الأسماك أيضا قاربت على الاكتفاء الذاتي. لدينا مجموعة من المحاصيل بها فجوة إن شاء الله مع مشروعات التوسع الأفقي سوف يعني تنخفض هذه الفجوة إلى حد كبير. ده المعروض يوضح رأي المؤسسات الدولية التي أشادت بالقطاع المصري حسب تقرير مارس 2022. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي. واليوم ونحن بصدد تشريف فخامتكم لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح الذهب الأصفر من مشروع تشكى الخير، أرجو أن ألقي الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلية له في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. تبلغ المساحة المنزرعة من القمح هذا العام 3,650,000 فدان بزيادة حوالي 450,000 فدان عن عام 20 وبزيادة 250,000 فدان عن عام 21. الإنتاجية المتوقعة من هذه المساحة 10 مليون طن. في هذا الصدد أرجو أن أشير إلى أن متوسط الإنتاجية حاليا للفدان حوالي 19 أرداب للفدان، وهنا أشير إلى أن الدولة المصرية تعتبر من أعلى الدول في الإنتاجية لوحدة المساحة للفدان. وتشير التقديرات المعروضة لموسم حصاد هذا العام إلى أن نسبة كبيرة من الحصاد سوف تكون إن شاء الله في شهر مايو، حوالي نسبة 75% من الحصاد سيكون في شهر مايو، ونسبة حوالي 15 إلى 17% خلال شهر أبريل، وباقي النسبة حوالي 8% أو 10% خلال شهر يونيو. هذا وقد اتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام، تمثل أهمها في زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250,000 فدان، أيضاً إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية، وده الأول مرة، مع توجيه سيادتكم لتقرير حافز استثنائي. أيضاً المشروع القومي للصوامع والذي أدى إلى زيادة الساعات التخزينية. أيضاً حرصنا على زيادة الحقول الإرشادية لتدعيم الفلاح وتوعيته وصلت إلى 21,000 حقل مع زيادة نسبة التغطية من التأول المعتمد. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح هو من دولتي روسيا وأوكرانيا، فنرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين، خاصة وأن لدينا 22 منشأ يمكن الاستيراد منهم للقمح في دول متعددة التي تنتج القمح. أما على صعيد إجراءات التي قررتها الدولة لتحفيز الفلاحين والمزارعين لزيادة حجم التوريد، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات أهمها التنسيق مع وزارة التموين وبمتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء بزيادة نقاط البيع لتصل إلى أكثر من 450 نقطة أهمها في مناك لتسهيل عمليات التوريد. أيضاً توجيهات دولة الرئيس أن يتم السداد النقدي والفوري خلال بحد أقصى 48 ساعة بحيث نشجع الفلاح على أن يحصل أموال. أيضاً وجهنا كل المديريات التعاونية والجمعيات التنسيق مع المحسادة المحافظين ومع وزارة التموين في سبيل زيادة الوعي لدى المزارعين. أيضاً هناك قرار بإصدار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بالتصريح. وختاماً نؤكد لسيادتكم أنه في ضوء وجود احتياط استراتيجي مناسب حالياً مع وجود الساعات التخزينية، أيضاً خطة الدولة في تنويع وتعدد المناشئ التي يمكن الاستيراد منها،
أيضاً إجراءات تحفيز المزارعين لتوليد محصول العام هذا العام، وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام. نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، أيضاً تدعيم إجراءات التوسع الرأسي والتي أدت إلى زيادة إنتاجية، نستطيع القول بأن الدولة المصرية بجهود قياداتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم. وشكراً.